من له أذن للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 16 عن الكنيسة قبل الانشقاق. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بالنسبه لتاريخ الكنيسه القبطيه، ارجو ان احنا نقسم موضوع الكنيسه قبل الانشقاق الى النقاط الاتيه. اول حاجه، تاسيس الكنيسه على يد ماري مرقس وما عمله ماري مرقس وتاريخه. نمرة اتنين، تاريخ آباء الكنيسة قبل المجامع المسكونية. نمرة تلاتة، تاريخ الكنيسة أثناء المجامع المسكونية لغاية الانشقاق في مجمع خلق دنيا سنة 451. بالإضافة إلى كده، يبقى دراسة الرهبنة في العصور الأولى، وبالإضافة إلى كده دراسة البدع والهرطقات التي قامت في العصور الأولى، وممكن أن يضاف إليها دراسة الاضطهادات التي حدثت من الأباطرة ضد الكنيسة ونتائجها بالنسبة للكنيسة وبالنسبة للآباء. نبتدي طبعا ماري مرقس، أنا وضعت لكم فيه كتاب ممكن تقروا فيه زي ما أنتوا عايزين. الآباء البطاركة من بعد ماري مرقس لغاية عصر المجامع، الآباء دول ينقسموا إلى قسمين، قسم منهم هم أساتذة الكلية الإكليريكية الذين صاروا بطاركة وجلسوا على كرسي ماري مرقس، ولعل من أهمهم يوستوس وأومانيوس وماركيانوس ويوليانوس وياروكلاس وديونيسيوس، حتى البعض أيضا بينسبوا البابا بطرس خاتم الشهداء إلى الإكليريكية أيضا. وفي هذه الحالة ممكن دراسة أيضا مدرسة الإسكندرية بشيء من التفصيل وما سبقها من فلسفات يونانية ومن طغيان الجو اليوناني على جو الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية الوثنية وفي لون اليهودي وفلسفته، كل دول قبل مدرسة اللي أسسها القديس ماري مرقس. والمدرسة أول ما أسسها القديس ماري مرقس نتكلم عن أشهر الشخصيات التي قامت فيها، ولعل من أشهر الشخصيات أثينا غورس وبانتينوس وإكليماندوس وأوريجانوس وبيريوس وديديموس الضرير. أثينا غورس الأستاذ الكبير في الأول كان من الفلاسفة اليونان، وكان بيتردد على الأريوسباغوس وكان بيحضر المحاضرات بملابس الفلاسفة، وكان وثني في الأول وانضم إلى الإيمان المسيحي،
ولم يكن يؤمن بالقيامة، وبعدين بعد قراءة رسائل بولس الرسول التي تهكم عليها بدأ يؤمن بالمسيحية وصار مسيحيا وصار أستاذا للكلية الإكليريكية، وألف كتابه الدفاع الذي وجهه إلى الإمبراطور ماركوس أوريليوس، دفاع عن المسيحيين، وألف كتاب أيضا عن القيامة وأثبت فيها عقيدة القيامة وإمكانيتها. القديس فانتينوس أستاذ الكلية الإكليريكية الكبير ذهب إلى الهند، وقيل إن هو وجد نسخة لإنجيل متى بخط القديس متى نفسه، وبشر أيضا في اليمن. وده شيء عجيب إن احنا نرى إن الكنيسة القبطية كانت بتهتم بالكرازة خارج بلاد مصر. طبعا في ليبيا موجود من أيام ماري مرقس، في الخمس المدن الغربية موجود من أيام ماري مرقس، لكن في بلاد زي اليمن، بعض بلاد العرب، هنجد فيما بعد بعض الأباء البطاركة أرسلوا أيضا إلى آسيا الصغرى. يريد برضو حد يدرس أو يقدم بحث عن خدمة الكنيسة القبطية خارج البلاد المصرية في عهد كتير من الأباء البطاركة. في عهد فانتينوس وخليفته إكليماندوس ترجموا الكتاب المقدس في الأول الأناجيل إلى اللغة القبطية، وبعدين أسفار العهد القديم إلى اللغة القبطية. الترجمات القديمة للغة القبطية كان لها تأثير كبير ولها روحانية في الترجمة أكثر من الترجمات الأخرى. إكليماندوس الذي خلف فانتينوس دايما بنسميه إكليماندوس الإسكندري، تمييزا له عن إكليماندوس الروماني اللي كان موجود أثناء الاثني عشر وعهدوا إليه بتوصيل قرارات المجمع، واللي بتنسب إليه قوانين إكليماندوس وهي من قوانين الرسل. إكليماندوس هذا كان أستاذا ومعلما وفصيحا ويفهم في الطرق التربوية، وألف كتاب المعلم أو المربي، لأنه كان ينظر إلى السيد المسيح باعتبار أنه المربي. والكتاب ده ترجم أيضا إلى اللغة الإنجليزية، وألف كتابا عن الغني الذي يخلص. وأيضا من أشهر كتبه كتاب اللي اسمه استروماتا، يعني المتفرقات أو المتنوعات، بيترجموها بالإنجليزي ميسيلينيوس، كتاب من الكتب المشهورة جدا. وإكليماندوس اهتم أيضا بالحديث عن الفلسفة المسيحية أو المعرفة المسيحية. كان في مبدأ موجود في ذلك الحين أو فلسفة موجودة في ذلك الحين اسمها الغنوصية. الغنوصية يعني المعرفة، غنوستوسيزم، غنوستوسيزم يعني المعرفة أو الغنوصية. في غنوصية بتاعة أهل العالم مبنية على الفلسفات العالمية لا نضمن صحة الرأي فيها، وفي غنوصية مسيحية أرثوذكسية فيها المعرفة مبنية على قواعد سليمة من المنطق ومن العقل. وقديما كان الآباء الأول بيدرسوا الفلسفة في كليات اللاهوت، وبعضهم كان بيدرس الفلسفة والمنطق والخطابة قبل ما يخش في مجال الدين. فده عمل حكاية الغنوصية. إكليماندوس
في الاضطهادات التي أثارها الإمبراطور سبتيموس ساويريوس سنة 194 ترك مصر وذهب إلى آسيا الصغرى. في هذه الفترة كان جه البطرك البابا ديمتريوس الكرام فعهد برئاسة كلية اللاهوت إلى أوريجانوس وكان شابا في 18 من عمره. هنا بقى ننتقل من الحديث عن فلاسفة وأساتذة مدرسة الإسكندرية إلى الآباء البطاركة المشهورين في ذلك الحين. بعض منهم كانوا أساتذة الإكليركية وكان يعتبر أستاذ الكلية الإكليركية أو مدير المدرسة اللاهوتية في المركز الثاني بعد البابا البطريرك وكان بيخلفه في غالبية الأوقات، مش المركز الثاني بعده من الناحية الكهنوتية، لا من ناحية الأهمية في التعليم الكنسي. البابا ديمتريوس الكرام جه من 191 ميلادية لغاية 230، عاش مدة كبيرة. هو وصل للبطريركية وكان كبير في السن وعاش لغاية لما بقى عمره فوق 100، كبير في السن جاء يعني أهم البطاركة في ذلك الحين لما نحب ندرس، لأن من الصعب في دراسة البطاركة إنك أنت تخدتهم واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، مش هتوصل للنتيجة كبيرة يعني. لكن أحسن حاجة الاهتمام بالشخصيات الكبيرة البارزة في تاريخ البطاركة. في ذلك الزمان قبل مجمع نيقيا أهم الأباء البطاركة ديمتريوس الكرام البابا 12 والبابا ديونيسيوس البابا 14 والبابا بطرس خاتم الشهداء البابا 17 وبعد كده البابا ألكسندروس الذي حضر مجمع نيقيا البابا 19، بعد كده نخش في أثناسيوس في عصر المجامع. البابا ديمتريوس الكرام كان رجلا كراما، يعني بتاع كرم عنب، أتى إلى البطريركية بمعجزة، رؤية لسابقه البابا يوليانوس الحادي عشر. جات له في رؤية إن اللي هيخش لك بعنقود عنب هو اللي هيجي بطرك بعد منك، فدخل له ديمتريوس الكرام بعنقود العنب ده، يعني حاجة كده جات في غير أوانها، وقال يسلمها لأبونا البطرك. فقال للناس اللي حواليه هو ده اللي هيجي بعد مني، ولما تنيح أخذوا ديمتريوس الكرام وجعلوه بطريرك. ديمتريوس الكرام كان أبواه قد زوجاه وعاش مع امرأته حياة البتولية هما الاثنين مع بعض، وقلت لكم إن لما شك الشعب فيه ربنا أظهر هذه المعجزة لإثبات بتوليته، جاب الشرية بما فيها من فحم فيه نار وحطه على إكمامه على ملابسه، ودار هو وزوجته مع بعض في الكنيسة دون أن تحترق الملابس من هذا الجمر، والناس شعروا أن هذه المعجزة تدل فعلا على أن الاثنين دول بتوع ربنا. المهم في حياة ديمتريوس الكرام أنه وهو بطرك وشاعر أنه غير متعلم بدأ يعلم نفسه وبدأ يدرس سواء على المستوى الكنسي أو على المستوى
المعلومات العامة غير الكنسية، وربنا أعطاه هذا العلم في ناحيتين. أول ناحية أن هو اللي عمل حساب الأبقطي اللي هو بيه يتحدد عيد الفصح أو عيد القيامة كل سنة، دخلوا كده بقى في نظام يعني يوفق فيه بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وأخذ هذا النظام بالنسبة للعالم كله، يعني عرضوا على مصر ووافق عليه المجمع، ثم عرض في مجمع نيقيا ووافق عليه، ومجمع نيقيا أيضا قرر أن كرسي الإسكندري هو الكرسي المسؤول عن تحديد عيد الفصح للعالم المسيحي. فدي أول حاجة ربنا اداله فيها علم. تاني حاجة ربنا اداله فيها علم أنه استطاع أن يكتشف الأخطاء التي وقع فيها المعلم الأول في المدرسة اللاهوتية وفي الكنيسة اللي هو أوريجانوس، وحرم أوريجانوس. يعني عجيب أن اللي يحرم هذا المعلم الكبير يكون شخص نشأ أولا بعيدا عن العلم ثم يقهر أكبر العلماء في عصر. قصة ديمتريوس الكرام مع أوريجانوس قصة تستدعي الاهتمام والبحث، لأن محبي أوريجانوس الذين هاجموا البابا ديمتريوس ذكروا ثلاثة أسباب لهذا الأمر. السبب الأول قالوا إن مسك عليه إنه خاصة نفسه، يعني بطريقة حرفية نفذ قول المسيح في متى 19 ومرقس 10 إن هناك أشخاص خصوا أنفسهم لأجل الملكوت. هو طبعا المقصود إنهم عاملوا أنفسهم كما لو كانوا مخصيين، يعني أوريجانوس نفذ دي حرفيا واتمسكت عليه، لكن لم يكن هذا هو السبب الأصيل لحرمانه. نمرة اثنين أنه قبل الكهنوت من أسقف أورشليم، وقيل في ذلك أن أسقف أورشليم يعني قال كيف يمكن أن هذا الإنسان اللي بيعلم درجات الكهنوت الكبرى واللي من تلاميذه أسقف ما يكونش واخد الكهنوت وعلماني. لكن برضو دي وإن كان اتضايق منها البابا ديمتريوس لكن لم تكن هي السبب الأصيل. البعض الذين يهاجمون البابا ديمتريوس يدخلون في أمور خارجة عن الروحيات، فيقولوا أنه كان بيحسده، كان بيغير منه. مش معقول البابا هيحسد واحد بيشتغل عنده، مش معقول، وخصوصا ان البابا ديمتريوس كان قد انتدب ايضا أوريجانوس لمهام مرعوية خارج نطاق مصر، وهو اللي عينه وعينه من صغره وكان يحبه. لكن الحقيقة إن أوريجانوس أمسكت عليه أخطاء لاهوتية، أخطاء لاهوتية بعضها خاص بالنفس بعضها خاص بالمسيح بعضها خاص بالملائكة بل بعضها خاص بخلاص الشيطان وبعضها خاص ب عودة التجسد reincarnation. يعني دخل أوريجانوس
في نقاط عويصة ولخبط فيها. وأكبر دليل على أن لم تكن مسألة شخصية بينه وبين البابا ديمتريوس أن كثيرين وقفوا ضده، فمن أكثر الناس الذين وقفوا ضده في القرن الرابع في حرمان تعاليمه، لأن أوريجانوس كان متوفى، القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، أيضا القديس البابا توفيلس البطريرك 23، أيضا القديس جيروم الذي كان من أعز أصدقائه، من المعجبين به يعني، مش من أصدقائه يعني أصحابه، من المعجبين به يعني. وأيضا عند الروم الأرثوذكس المجمع الخامس والسادس كانوا ضد تعليم أوريجانوس. هنا البابا ديمتريوس كان يتنيح من زمان، واللي دخلوا في حرمان أوريجانوس من كنائس أخرى وبعضهم من كنيسة الإسكندرية زي البابا توفيلس. إن احنا نقول إن مسألة أوريجانوس مع البابا ديمتريوس كانت مسألة شخصية، يعني إنه بيغير منه، مش معقول بيغير منه، أو إنه اتضايق منه إنه أخذ كهنوت من حتة تانية، يعني دي ما توصلش إلى الحرمان، يعني توصل للعقوبة لكن مش للحرمان. المهم إن البابا ديمتريوس الكرام كان من أفضل باباوات الإسكندرية، ونحن نذكر اسمه في الحل الذي نأخذه في القداس من البابا ديمتريوس، ونذكره في جماعة القديسين. بعد البابا ديمتريوس جه البابا ياروكلاس، وكان من أساتذة الكلية الإكليريكية أيضا، ولكن ليس من الآباء الكبار في تاريخ الكنيسة. الذي جاء بعده البابا ديونيسيوس كان من أكبر معلمي الكنيسة القبطية، وتنسب إليه بعض قوانين كنسية، وكان أصله طبيبا، وكان صديقا لياروكلاس، والبابا ياروكلاس رسمه شماسا ثم قسا، ثم عهد إليه بإدارة الكلية الإكليريكية. ولما تنيح البابا ياروكلاس صار ديونيسيوس أستاذ الكلية الإكليريكية، هو جالس على عرش ماري مرقس من بعد البابا ياروكلاس، وهو الذي عين بيريوس للإكليريكية، وده عايز كلام بعدين. البابا ديونيسيوس الرابع عشر نفي أكثر من مرة في عهود أباطرة وقفوا ضد الكنيسة، مثل الإمبراطور داكيوس الذي نفاه خارج الإسكندرية، وكذلك نفاه الإمبراطور فاليريانوس إلى نواحي ليبيا. نفي أكثر من مرة. واشتهر البابا ديونيسيوس بأنه كان يكتب الكثير من الرسائل، إما رسائل فصحية بمناسبة عيد الفصح، أو رسائل لشعبه وهو في المنفى أو في مناسبات أخرى، أو رسائل لأساقفة أنطاكيا أو لبعض أساقفة آخرين، وحتى لأساقفة روما. تجميع رسائل البابا ديونيسيوس ثروة علمية نافعة. تميز أيضا بأنه في عهده قامت بعض البدع
ووقف هو ضد هذه البدع، من ضمنها بدعة حكم الألف سنة الخاصة بالمسيح اللي بينادي بها البروتستانت حاليا. دي بدعة كان قد نادى بها نيبوس أسقف الفيوم، وشعر بها البابا ديونيسيوس، فعقد مجمع وأظهر لهذا الأسقف أخطاؤه ورجع أسقف الفيوم وشعبه عن هذه الأخطاء واعترفوا بها، فامتدحهم البابا ديونيسيوس على أنهم رجعوا واعترفوا بأخطائهم، وقال لهم أنا أحب نيبوس الأسقف، أحبه وأذكر تعبه من أجل الكنيسة والترانيم اللي كان بيعملها، ولكني أحب الحق أكثر منه، فلذلك وقفت قصاد الأخطاء بتاعتهم. يعني حكم الألف سنة ده قديم، يرجع إلى بداية القرن الثالث الميلادي أيام، أو في منتصف القرن الثالث الميلادي أيام البابا ديونيسيوس ورد عليه. أيضا قامت بدعة سابيليوس. سابيليوس ده كان كاهن جاي من روما وراح الإسكندرية ونشر هذه البدعة، وقال إن الأقانيم الثلاثة عبارة عن شخص واحد، أحيانا يتسمى الأب، أحيانا يتسمى الابن، أحيانا يتسمى الروح القدس. فرد عليه البابا ديونيسيوس وأفحمه وأظهر إن الأقانيم دول ثلاث أقانيم مميزين، واضطر أسقف روما أن يحرم هذا الكاهن أيضا بعد أن حرمه البابا ديونيسيوس. أيضا قامت في عهده مشكلة حول إعادة المعمودية. إعادة المعمودية، كان في واحد برضو روماني اسمه نوفاسيانوس قال إن الذين جحدوا الإيمان وتابوا تعاد معموديتهم، فوقفت الكنيسة في هذا الأمر. إذا كانوا هم قد عمدوا معمودية سليمة أرثوذكسية يبقى لا تعاد معموديتهم، ولكن يمكن أن تعاد المعمودية إذا كانت معمودية الهراطقة، يعني ناس أخذوا المعمودية من الهراطقة فيعمدون. في الحقيقة ما نسميهاش إعادة معمودية بقدر ما نسميها معمودية من أول وجديد. والذي تزعم هذا الأمر هو القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة، ده عمل مجامع من سنة 256 257 258، ثلاث مرات يعمل مجامع، وقال إن لابد من إعادة معمودية الهرطقة، يعني لا نؤمن بأنها معمودية سليمة إنما يتعمدوا من أول وجديد.